حنا تنجولوا في مجموعه ديال المهرجانات ومجموعه ديال المواسم اللي عندها صله بالتبوريده، تيوضح بان الموسم مازال كيحافظ على يعني طرق ديال الركوب. فمثلا الا بغينا نذكروا على الطريقه الناصريه اللي معروفه المناطق ديالها اللي تيلعبوا فيها، واللي عندها ارتباط كبير بقبيله حمر اللي فيها مدرسه الامراء وفيها الزاويه الناصريه. فالمواسم اللي مشينا اليوم لقينا فيهم بزاف ديال الفرسان اللي كيركبوا بالطريقه الناصريه، شناهم في المهرزه، شناهم في جديده، شناهم في اسفي، شناهم في مجموعه المناطق اللي كتقاطع فيها هذه الطريقه، والركاب ديالهم ديال هذه المدرسة الفرسان باقين تيعتمدوا على مجموعة ديال الحركات اللي صعيبة واللي بدات كتلاشى مع المسابقات ديال دار السلام ومعرض الفرس، لانهم فيها خطوره وفيها مجموعه ديال الاجتهادات اللي بغينا نديروها في دار السلام ولا في معرض الفرس، غادي تاخذ مجموعه ديال يعني ديال الضوابط وديال فيها الخدمه، ولكن كنلقاوها في الموسم. لهذا اشتغلنا احنا على الفرادي، حيت الفرادي ممكن يلعب، الفرادي ممكن يكون جوج الفرسان وممكن يكونوا ثلاثه وممكن يكونوا اربعه وممكن يكونوا خمسه، ولكن الفرادي في اللغه وهذا راه فرد واحد. هذا الفرادي كنعطوه فرصه باش يكشف لنا على المواهب ديالو، على الامكانات ديالو ديال الحركات ديال الطريقه الناصريه في الفرادي. الفرادي التعريف ديالو في الطريقه الناصريه هو ذلك الفارس الشجاع الذي يملك حصانا يعني سريعا وقويا في مواصفات ديال السرعه وديال يعني ديال القوه، وتي يكون مع الكتيبه ديالو، هذا تنذكروا على التمثل التاريخي، وتيصيفطو يستكشف الامكنه واش كاين شي كمائن، اين يوجد العدو، وتيمشي بديك الطريقه ديالو ويقدر يفاجئ العدو هو، ولكن خصو يعني ينجى من الكمائن ديال العدو باش يخبر القائد الكتيبه والفرسان اللي معاه. فلذا كنشوفوا على في الطريقه الفراديه الفارس كيجي وقوفا وكنسموها التثبات فوق العظم ديال الشرج، وهذا الوقوف وكانه يخاطب العدو بانني لا اهاب الموت، فانا قادر على التحدي، ويخلق الرعب في 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 في, في الخصم داخل الميدان. ولكن الغريب ان الحصان يركض اقوى سرعه، ومع ذلك الفارس يتمكن من اطلاق البارود في اللحظه التي يقفها فيها الحصان. كذلك هناك طرق اخرى في في في, في الفرادي اللي هي وكتشابه في بعض الاحيان في البيت الشعري، مكرين مفرين مقبلين مدبرين معا كجلمودي صخرين حطاو السيل من علي، هي فاش كيكون الفارس تيهرب من العدو وكانه خايف منه ولكن هو باغي يوضعه في كمين، فاذا بالفرادي ينقلب من فوق السرج وكيخرج من القرابز ديال الشرج وكيكفل وكيقلب المكحل اللور وتيباغت العدو بالبارود. هذه الحركات استمتعنا بها في مهرجان المهرزة، وكان اقوى اللحظات مع فارسين اثنين من المدرسه الناصريه وينتمين الى منطقه الدكاله اللي هما عبد الحق حشان ومصطفى الدرويش اللي تبهر بهم الجمهور واللي استطاعوا يكسبوا شهاده ديال الاستحقاق من مؤسسه الاصيل بمهرجان المهرزه.